ما الحكم إذا مرت امرأة من أمامي أو جرو صغير وأنا أصلي، هل تبطل صلاتي؟ الصلاة لا تبطل إن شاء الله، ولكن عليك باتخاذ سترة أمامك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، اتخاذ السترة والقرب منها، اتخذ سترة من جدار أو شجرة أو حجر تضعه أمامك، أو على الأقل عصا تركزه أمامك أو تعرضه أمامك، المهم خل أمامك سترة، كن قريبا منها. نعم.